ارجع وارحب فيكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، مستمر بصحبتكم في مساء الامارات. وصلنا معكم لفقره شباب الدار. اليوم شاعرنا حسن علي النجار بدا يتلمس اول خطواته الشعريه حين كان طالبا في الاعداديه، يجمع الكلمات ويختمها باحرف متشابهه. كان يظن ان الشعر بهذا الشكل وبهذه السهوله كما يوحى ظاهره الامر او يوحي ظاهره الامر. تفاجا بعد 3 سنوات من الخربشات بان هناك وزنا وقواعدا لكتابه القصيده العموديه، فخسر التدفق الاول حين اكتشف هذا المسار، حتى ادرك به زمن بان الوزن والقافيه ليست القصيده لكن القصيده ما هو بداخلها، وفطن بان السياج لهذه القصيده العموديه طبعا قصيدة العمودية طبعا. نعم. اللي هو ضيف اللي معنا ما كنت اعرف اتكلم في الشعر، انا صراحة اتلخبط في الشعر والشخبطات اللي موجودة. على رحب الله يحفظك. يا هلا ومرحبا بشخبطاتك بقصيدك بامسياتك بكل شيء. اشكركم على هذه الاستضافة الكريمة قناة الظفرة. طبعا نحييك شاعرنا حسن علي النجار. وانت مثل ما قالت اختي ريم في مقدمة طويلة، خرابيش وهل شو اسمه ما ادري انا، في مطربه شيء يقول خربش خرابيش هاي شو سالفه الخرابيش بالنسبه لفتره معينه ومن ثم اكتشاف ان هناك قصيد وهناك قافيه وهناك عمود كامل، خبرنا عنه. طبعا بدايه ارحب بالجمهور العزيز. طبعا بدايات دائما اي بدايه تكون بدايات متواضعه، بدايات تكون بين الشخص وبين صغيرة نفسه، صغيره يعني تكون بدايات صغيره. هذا مثلا هاي البدايات مثلا يوم نسمعها عن فلان وعن فلان كانت بداياته متواضعه وكذا، هذا يحمس الغير بان يبدا ان الطريق يبدي. نعم. شيء بسيط بعدها الطموح تطور يوم مع يوم مع الزمن. نعم. خلينا نقول هالخرابيش او هالشخابيط مثلا. نعم. بدات في الاعداديه يعني مثلا كنت يوم اسمع ابيات الشعر. نعم. بس يدور في خاطري اني ابى اكتب نفس الشيء. نعم. كان شيء عظيم جميل هالابيات فكان هذا الحافز الاول من الرغبه في الكتابه. ففي البدايه ما اعرف شو يعني الشعر، بس ابدي واكتب مثلا اجمع اخر الكلام يكون نفس اخر حرف يعني تكفل القافيه بنفس الكلمه. المهم نفس الحرف الاخير. تتذكر اول خرابيشك؟ ما بقول خرابيش الحين، هاي مو بلغتنا، شخابيش مثل ما قال. لا هو مكتوب خرابيش. خرابيش ولا تساخي بالمعنى يعني. والله انا اذكر محتفظ فيها صراحه يعني. نعم. وللحين اذكر موقف البدايه يعني، وانت سالتيني. يا ليت تخبرنا عنه. كنت صف ثاني اعدادي او كذا، وكنت اخربط على كتاب اختي شقيقتي، كانت اكبر مني يعني ب3 سنوات صف الثاني ثانوي، على كتاب الجيولوجيا بعد اذكر. يا سلام. بس انا اكتب يعني اشخبط على كتابها بهجاء لها يعني. زين. المفروض يعني امدحها كتاب. فهاي كانت البدايات يعني. نعم. ومع الايام لان في الثانويه اكتشفت انه في شيء اسمه وزن وقافيه والشعر طبعا له قانون. بعدها يعني مثلا اذكر اول قصيده كتبتها في الوزن طولت شهر كامل. ما شاء الله. لان خاصه بدايه الوزن صعب، لان لفتره خلاص تتمكن من الوزن، ما يكون عندك هاجس الوزن، تفكر في القصيده نفسها يصبح ما داخل عندك الكلمات. نعم. ومحتوى. نعم. القصيده و... طبعا ما شاء الله يعني هاي مثابره، انت حبيت الشيء مجرد سمعت ابيات شعريه، الاحساس موجود بهذه الابيات، ومن ثم تطرقت لانك تغوص في هذا البحر، وما شاء الله الحين اصبحت من شعراء دوله الامارات العربيه المتحده. اذا نبغى نسمع من عندك شعر، شو ممكن تطلع لنا اليوم؟ شو جوكم بحري ولا حب ولا والله انا اشوف في اشياء وايد عنك تتكلم عن البحر، معظمها البحر، خاطري بعد في بر، بس خلينا في البحر اليوم. ان شاء الله. هذا انا صوب البحر، صوب البحر اكثر يعني. تمام. هذه رباعيه كتبتها وانا امشي على كورنيش غور فكان. نعم. ما شاء الله. وقت الفجر يعني. اجاور البحر وحدي على اغنيه زرقاء مولعه تاوي الى الدفتر، تغازل الموج روحي وهي ظامئه للفته منه، وهو المشرق الانظر ذابت حروف بشاطيه، غيبها بسحر ضحكته يا الساحر الاخطر، أنت الشفاء ضماد القلب حين شكا، أنت الحبيب كلانا بالهوى أجدر، كلانا بالهوى أجدر. أجدر. نعم. الله. هي 4 فصول هذه. صح لسانك. نسيم أصداف أمواج وشراع، صح؟ هذه من الرباعية، هي جزء منها؟
لا هذه فصول في ديواني الأول حنين المرايا. نعم ما شاء الله عليك. كانت يعني أسماء الفصول أو عناوين الفصول بجو بحري، يعني الفصل الأول كان نسيم اللي هي قصائد عامة، الفصل الثاني كان أمواج يعني اللي فيها صراع واللي فيها كذا، يعني الكلمة تدل على الشيء. وبعدها عندك شراع ونسيم. إيه شراع ونسيم أصداف وأمواج. وأصداف وأمواج. أصداف الأشياء العاطفية مثلاً القصائد العاطفية. زين نرد على أيام الجامعة. أيوة. أنا اللي قريته واللي عرفته عنك إن أنت كنت تسوي أمسيات شعرية في الجامعة، وكنت حتى يعني تنصح الطلاب اللي موجودين معاك إن يعني تنميهم على الشعر وتفتح آفاقهم لهالشيء، صحيح؟ تخبرني عن التجربة هذه. في الجامعة كان عندي تجربة إن أسوي أمسية شعرية. نعم. فالحمد لله جمعنا عدد من الشعراء خاصة من الطلاب يعني. نعم. بعضهم مبتدئين بعضهم ما شاء الله شعراء يعني ما شاء الله يعني كانوا ماشيين في الدرب يعني. لكن أحيانا الأمسيات مثلا هذه تطلع لنا المواهب، صحيح، يعني تكون في هي اكتشاف للمواهب وفرصة للشعراء اللي يكتبون بينهم بين أنفسهم يعني. ما شاء الله. حسن أنا أشوف عدالك يمكن هاي كتب ولا ديوانيات مالتك تخبرنا عنها. ديوانين. على أساس مشاهدينا يعرفون نعرضها للكاميرا يعرفون شو مسمياتها إذا حابين أيضا أنهم يشوفونها. بس بتوقف شيء. إن شاء الله. أيوة. هذا ديوان حنين المرايا. يعني إحنا مخرجنا. تمام. خبرنا عنه هذا ديوان. هذا ديوان حنين المرايا. هذا الإصدار الأول كان في 2007. 2007 ما شاء الله ما شاء الله. والثاني. الثاني ديوان حمام الروح. هذا إصداري الثاني من إصدارات دار الثقافة بالشارجة 2011. اللي يبي يحصلهم وين يحصلهم؟ الديوان الأول صراحة ما أدري إذا موجود في المكتبات أو كذا، يعني موجود مكتبات تناثرة. أما الديوان الثاني فموجود في دار الثقافة والإعلام بالشارجة. نعم. ريم شو توقعين في علاقة خاصة بينه وبين خورفكان؟ شو توقعين مدام أنت قلتي يعني؟ أكيد البحر والجبال ما يباله، صحيح؟ لأن أنا حيد خورفكان من المناطق الجميلة جدا، حتى ناس تيها نحن عندنا من ضبي يعني في أيام الإجازة أو نهاية الأسبوع يروحون يغيرون جو، بس أنا في خورفكان يقولك بس عسبة البحر واليابان. نعم. هذه هي العلاقة. نأخذ الحقيقة من عنده. ترى أسأل هذه ولا في سبب ثاني؟ نعطيكم الحقيقة بعد هي رباعية. نعم. بعد بحر؟ لازم يكون في بحر. سألت الخور خلاص بحر. بس خلاص. وهي ترحيب لأي شخص يزور خورفكان. يا سلام. على شاط. قبل نخرج لازم نصير خورفكان. نحن أخذنا مشاعر لخورفكان فهو الحين تخربط. الحنين شواطئ الحب. نعم. شواطئ الحب خورفكان وما أحلى، تلملم النور في أحضانها فلا، والبحر هاج تراتيلا وأدعية، يذوب في الرمل عطرا يشتهي الوصلا، ونورس عانق الشطآن مبتهجا مرحبا بضيوف قدرهم أغلى، أهلا أهلا وسهلا بأحباب، وقهوتنا روح النقاء وقلب ضمكم أهلا. الله بيض الله وجهك. نعم فيك وبيض الله وجهك فعلا. وما شاء الله على هالقصيد، يعني حتى اللي ما راح خورفكان بعد اللي سمع من القصيد هذا يتشوق انه يروح يشوفها. حياه الله في هذه المدينة الساحلية. نحن نضرب خط كنا بالدراجات جروب ما شاء الله عليك. ليه خورفكان اللي لسه على البحر بعدين لف الروح مضبي. ما شاء الله عليك. نحن طبعا شاكرين لك تواجدك معنا اليوم واستانسنا فيك، واينما تواجد الشعر طبعا تواجد الاحساس تواجد الروح الايجابيه في موقعنا هذا في قناه الظفره. شكرا لك. طبعا بيض الله وجهك ونشكر وجودك معنا بعد، وان شاء الله منها للي يعلم منها وتحط كل اللي في خاطرك فيها الكتابات الجميله اللي ياس تكتبها بأناملك الشعريه، وان شاء الله انك توصل لاعلى المراتب واسمك دوم يستمر في العلالي، ان شباب الاماراتيين من اجدر الشعراء اللي موجودين في الساحه الحين. شكرا لكم اخوي عبد الله واختي ريم. شكرا لكم هذه الاستضافه الكريمه. طبعا شكر للشاعر حسن علي النجار. اعزائي المشاهدين بعد الفاصل مستمرين معاكم في مسار الامارات.